فضلا وليس امرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الافاضل اينما كنتم مرحبا اهلا وسهلا الى استاد دار السلام هنالك في العاصمه المصريه القاهره. مواجهه الاهلي مع الهلال، هذا يسمى ديربي حوض النيل الكبير او القمه العربيه طبعا المصريه السودانيه. فريقان اللذان سبق لهما وان التقيا في نهائي دوري الابطال في سنه 1987، حين ذاك توج النادي الاهلي المصري العريق بواحده من القاب الثمانية في دوري أبطال إفريقيا التي فاز بها في حضور جماهيري معتبر. اليوم الأهلي المصري في استضافة الجار العزيز نادي الهلال العريق بدوره في السودان الفائز في مباراته الأولى أمام بلاتينيوم بهدف مقابل صفر، في وقت خسر الأهلي مباراته الأولى هنالك في تونس أمام النجم الساحلي بواحد صفر. ضربة الانطلاقة أعطيت وأولى الكرات مع أحمد فتحي، مع يلعبها في الخلف مباشرة مع رامي ربيعة، توصل أحمد فتحي على الجهة اليمنى، يحاول يمر يلعب على الجهة اليمنى حسين الشحات مرة ثانية لأحمد فتحي، لسرع عناصر النادي الأهلي الأرضية، الدفاع يتدخل، وليد مرة ثانية يلحق على الكرة، سوء تفاهم والكرة تروح أهل في خطأ هنا لصالح الهلال السوداني. محاولة الانطلاقة في الهجمة المعاكسة هي سريعة، محاولة ممتازة في اتجاه محمد موسى الضبي والتغطية الدفاعية وفيها خطأ. على الجهة اليسرى محاولة الانطلاقة من نزار حامد، يلحق الكرة نزار يلعب في العمق، ترجع له نزار حامد مرة ثانية، جد المساحات والمنافذ والتوغل عن طريق حسين الشحات، يواصل يلعب بينية والدفاع يدخني، حاول يمر محمد يرفع كرة في القائمة الثانية بالراس، التغطية الدفاعية ما زالت الخطورة التسديدة، والله رائع التسديدة ورائع الصد، يا سلام من الحارس جمال سالم، ينقذ مرماه من أول كرة صعبة وخطيرة لعناصر النادي الأهلي في وقت كنت قلت منذ حين. يطلبها محمد هاني، توصل مباشرة لحسين الشحات، التوزيع بابا بابا رائعة هايلة من حسين الشحات، وجونيورا جاي كاد يلحق على هذه الكرة، وجمال سالم دخل في المباراة بروعة. هذه الكرة توصل لحسين الشحات، يحاول يمر، زوج لاعبين أمامه، حسين مازال يحتفظ بالكرة، حسين الشحات باليمنى ثم باليسرى يلعب في العمق، اوه والتغطية الدفاعية من قبل ربيع ربيعه، كرة بعيدة يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي، عندما تذكرهم ايضا لا يمكن نقول لا جول، يا سلام في منتهى الروعة حسين الشحات في القائم الثاني بروعة، خرج بروعة وحطها بالجول بروعة أمام الحارس جمال سالم، يا سلام لعبة ولا أروع وجول ولا أروع، حسين الشحات يسجل أول أهدافه في دوري الأبطال وخرج من القفص ريني فيلر في هذه اللعبة الرائعة في القائمة الثاني. نسيتم حسين الشحات فخرج من هنالك وسجل جول، يا سلام على التمريرة وعلى الروعة، الله ليس هناك وضعية تسلل تماما، كان ذكي جدا حسين الشحات، كان سيدخل في وضعية تسلل ولكنه خرج منها، والروعة كانت من محمد مجدي أفشة بالروعة التي مرر بها هذه الكرة في القائمة الثاني، تهتز الشباك في اتجاه أحمد فتحي، أحمد فتحي خرج له رمضان صبحي، الكرة البينية من رمضان يلعبها مع جاي، وصلت وليد سليمان، الكرة ترجع لي عمرو السلية اللي رمضان صبحي، كرة ممتازة وخطيرة بابا 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 بابا، لعبة رائعة من محمد هاني، هو جونيورا جاي وضيع، طبعا فيه شوية عدم رضا على جونيورا جاي في وقت يتميز فيه المغربي أزارو اللي كان سجل ثنائية في آخر مباراة في الدوري، يضيع كثير جونيورا جاي من مهاجمي الهلال. رايلة هايلة هايلة عجيبة، وضرب الجزاء هايلة، اللعبة كانت من وليد سليمان بروعة، مر الكرة لعجيبة غطاها حكم المباراة من دون تردد اللحلو بن إبراهيم، يصفر ضرب الجزاء رمضان صبحي وجمال سالم، رمضان صبحي بابا 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 بروعة بالرزانة والهدوء اللازمين والروعة، يحطها رمضان في الجول، هدفان مقابل صفر صارت النتيجة لصالح الأهلي المصري في الدقيقة 37 من عمر المباراة. عادة اللاعبين
الهادئين والرائعين والمتميزين ينفذون ضربات ترجيح بهذا الشكل. نعم يا رمضان، 22 عاما في عمره، قلت بأنه واحد من جواهر الكرة المصرية، تألق في التصفيات المؤهلة للأولمبياد التي احتضنتها مصر وفازت بها، حطها بروعة على الجهة اليسرى من مرمى جمال سالم، هدفان لصفر للأهلي أمام الهلال. محمد راغ يسترجع محمد ويوصل الكرة ممتازة بينية، عودة سريعة لعناصر الأهلي. يا سلام، رامي ربيعة والكرة في العمق، صار على الجهة اليمنى رمضان صبحي، كرة ممتازة، المحاولة البينية والتغطية الدفاعية، ثم رمضان صبحي يلحق مرة أخرى. محمد مجدي أفشى الكرة في العمق، تنويع في اللعب رائع والبينيات رائعة، محاولة التوغل، الحكم خلى الأفضلية، وصلت على الجهة اليمنى لمحمد هاني في القائمة الثاني من هنالك، من أفشى موجود في كل مكان. التوزيع مرة ثانية والدفاع يخرجها بصعوبة، معاناة كبيرة لدفاع نادي الهلال في هذا يحاولون إزعاجه في خطايا سيد الحكم لرمضان صبحي في هذه الكرة. معليش يا رمضان، مد يدك ونهض، حكم صفر لك خطأ، قضي الأمر. تلعب مع أحمد فتحي من هنالك، أحمد فتحي والكرات في الأرجل، يستلمها محمد مجدي أفشى، ترجع له مرة ثانية تصدي، الحكم يقول لك العب، كان يلعب على الجهة اليسرى، توصل مباشرة لمحمد راغ، حاول يمر محمد راغ يرجع للخلف مرة ثانية، محاولة التسديد، ما زالت الكرة سودانية ولكن التغطية دفاعية في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول. صعود فارس عبد الله، رمضان صبحي يقوم به، وحتى رجعي في الضغط على لاعبي الهلال. الانطلاق على الجهة اليمنى لصالح عناصر الهلال، من هنالك محاولة المرور، ما زالت الخطورة، التسديدة ولكنها بعيدة، كرة من هنالك لرامي ربيعة، الكرة في العمق يا جاي بالراس، يبحث عن حسين الشحات على الجهة اليمنى، رائعة من حسين الشحات على طول التوزيعة. هاي الانطلاقة من أجاي، أجاي فتحي مع رامي ربيعة، رامي ربيعة والكرة في الأرجل، أي كادت توصل هذه الكرة، إن لا داعي لها، كرة سودانية، انطلق على الجهة اليمنى عن طريق اللي دخل منذ حين وليد بخيت، التوزيع من وليد والتغطية الرائعة من هنالك. تلعب من عمرو السولية لمحمد هاني، ترجع له محمد هاني من عند حسين الشحات، يلعبها في العمق، هاي كرة صعبة، هاي كرة صعبة البينية، التسديد با 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 رائعة، رائعة من الرائع، محمد مجدي أفشى سلام، كانت متوقعة أن تكون هكذا تسديدة في الزاوية البعيدة ولكنها ضربت في العارضة الأفقية في وضعية سانحة بوجه يد رجله، ولكن الروعة كانت من جمال سالم الذي لمس الكرة، شوف كيف لمسها، أوي بأصابع يديه، وإلا كانت ستكون كرة جول لصالح عناصر الأهلي، كان سيكون الثالث. القدرة الفنية، هذا هو السؤال المطروح، كرة ممتازة في العمق لمحمد موسى الطير، رقب كورتو ارتع للخلف، وصلت على الجهة اليسرى لفارس عبد الله، يا عبد الله يا عبد الله، كرة فارس بعيدة، يلعبوا مباراتهم جمال عندما تذكرهم أيضا، لا يمكن نقول جول، يا سلام، في منتهى الروعة حسين الشحات في القائم الثاني بروعة، خرج بروعة وحطها بالجول بروعة أمام الحارس جمال سالم، يا سلام، اللعبة ولا أروع، وجول ولا أروع، حسين الشحات يسجل أول أهدافه في دوري الأبطال وخرج من القفص ريني فيلير في هذه اللعبة الرائعة في القائم الثاني، نسيتم حسين الشحات فخرج من هنالك وسجل جول، يا سلام على التمريرة وعلى الروعة، الله ليس هناك وضعية تسلل تماما، كان ذكي جدا حسين الشحات، كان سيدخل في وضعية تسلل ولكنه خرج منها، والروعة كانت من محمد مجدي أفشى بالروعة التي مرر بها هذه الكرة في القائمة الثاني، تهتز الشباك. رمضان صبحي وجمال سالم، رمضان صبحي بابا 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 بروعة بالرزانة والهدوء اللازمين والروعة، يحطها رمضان في الجول، هدفان مقابل صفر، صارت النتيجة لصالح الأهلي المصري في الدقيقة 37 من عمر المباراة. عادة اللاعبين
الهادئين والرائعين والمتميزين ينفذون ضربات ترجيح بهذا الشكل. نعم يا رمضان، 22 عاما في عمره، قلت بأنه واحد من جواهر الكرة المصرية، تألق في التصفيات المؤهلة للأولمبياد التي احتضنتها مصر.